انا ظالمني الزمان وظالماني بنتي كدير دياليز وظالمني ولدي مريض كي جاب الله مريض راه داز في الدوزان وظالمني قلت راجل ما خدامش وزايدني الظلم تاع الوالد كنشوف فيه كاك حقه ما يمشي وظالمين خوتي ما خدامش واش حقهم وما يضيع هذا ماشي ظلم هذا ظلم في هاد كتشري دوا كثير وبات هاد البلايص تنحش منها لانها بلاصه راجلها من حقها وكل شيء هاد الناس تعنت على السوق كل شيء معترفين بها كاينين اللي معمرهم كانوا كينتاموا كاع لهاد السوق منهم شي شيخه جايين من الكورس هما من الكورس وجاو شدوا دخلوا هنايا شدوا البلايص هذا ظلم وحقرانيه واش من ولي واحد عاطي الفلوس كيشد وواحد كي قلتي انت ولادو مزيوتين في السوق وكابلين في السوق وروايلكم معروف يا خويا كيبيع ويشري داسك على ظهره راه قتلوه جنا قتلوا ايديه بداك الهزه نتاع الساك حتى ما عندوش والمشكل ديالو خاصو من حقه خاصو بلاصتو كاينش عندي الطفله كدير تياليز بالوراق ديالي لانهم هما اصلا مالين دوك اللي عندهم الاعاقه كلشي شادين البلايص من حقي انا بلاصه بنتي تشدها ولا نشدها انا باش نكون مع ديك الدريه السلام عليكم انا بنت روين كل باشير اللي كان هنايا كانت عليه الشول برد اللي كان في الجمعيه الاولى اللي كانت لان هذه الجمعيه كتعطار برئيس الدائره وكتعطار بالمخزن مما هي اللي كانت هي الاولى دابا اللي عنده الفلوس كاينين شي ناس اللي معمرهم كانوا في السوق وعندهم الفلوس عطاوه شدوا البلايص وانا ملي كنجي ليه كيقول لي انا ماشي رئيس الجمعيه قال لي ديري 12 شهاد وغادي نعطوا للوالد ديالك البلاصه ديالو مني جيت مني درت 16 شهاد معترفين به وها لاكارت ديالو كنتمنى من هذا المنبر لاكارت ديالو هاهي روان كل باشير عندو الحق في السوق دابا عندي ثلاثة الخوت ما خداميش الوالدة ديالي عندها مليون تاع الدواء في الشهر ها سميتو الكتاب ديالها بما هي كتشري دواء كثير ها هو العامر عندها كتشري عدد دواء كثير في هاد سميتو وفي هاد كتشري دواء كثير وبات هاد البلايص تنحش منها لانها بلاصه راجلها من حقها وكل شيء هاد الناس تعنت على السوق كل شيء معترفين بها وكيقولوا بما هاد روان كو كان هنايا ومن حقه البلاصه هو ولاده لانه هو اصلا ولاده عنده ثلاثه الاولاد ما خدامينش وكندير بها التصريح بما انا عندي خويا كيبيع ويشري داسك على ظهره راه قتلوه قتلوا ايديه بداك الهزه نتاع الساك حتى ما عندوش والمشكل ديالو خاصو من حقه خاصو بلاصتو خاص الوالد ديالي انايا اللي يشحن من عام كلشي الارمالات اللي مع الوالد ديالي كلهم عيالاتهم شدوا وكاينين اللي تقريبا اللي كانوا مع الوالد ديالي شدوا هما وولادهم هنا في السوق شدوا هما وولادهم والوالد ديالي وكاينين اللي معمرهم كانوا كينتاموا كاع لهذا السوق منهم شي شيخه جايين من الكورس هما من الكورس وجاو شدوا دخلوا هنايا شدوا البلايص انا ما عرفت جايين من الكورس وشاد انا ما عرفتش شكون اللي عطاهم جايين داخلين هنايا والمشكل ديالي انا هي الوالد ديالي هنا كلشي هاد الناس ما كاينش اللي ما انا ملي كنقولها ليه كيقول لي انت ما شادش كيزيد كيبكي في خاطره كيقول لي علاش روايلكو هو الاول في السوق من حقه هو ولادي يشدوا البلايص عندي خوتي ثلاثه امي مريضه كاع جميع الامراض فيها وهاد البلايصه من حقها هي كانت احنا اصلا كابين في السوق والمشكل ديالي ماشي احنا هما ثلاثه انا معاهم هي انا هي الرابعه مع خوتي كنبيع ونشري في القديم شاده حرفه الوالد ديالي وما عنديش وعندي الطفله كدير تياليز بالوراق ديالي لانهم هما اصلا مالين دوك اللي عندهم الاعاقه كلشي شادين البلايص من حقي انا بلاصه بنتي تشدها ولا نشدها انا باش نكون مع ديك الدريه با ما خدامش وما عندناش وعندي ولد دري فيه مرض مزمن ولا ما طيقتوني سيرو قلبوا البورطاج اللي كانت في الدوزام الاول اللي توسل السبيطار الجديد بما الدري من حقه ياخذ البلاصه دابا انا كنطالب غير الوالده ببلاصتها وخوتي شدوا ثلاثه البلايص ديالهم
والبنت اللي مريضه كي جاب الله تشد البلاصه باش تعيش معاه، وكنطلب من جلاله الملك بما انا هاد الناس ما بغيش يعترفوا بينا، ما داير لهم والو، ما كنعيروا ما كنهزوا فيهم العين، حنا كنطالبوا غير بديك البلايص ديال الوالده، ولهذوك خوتي راه ثلاثه ما عندهمش البلايص. راه درت دابا راه مشيت للعامل قلتها ليه، ودويت دابا انا كنتسنى من جلاله الملك تجيني، غد كنتمنى تجيني لجنه من تم، وحاليا لا ما داروا معايا والو، غادي نطلع عند جلاله الملك اللي فصل عليا جلاله الملك اللبسه، وغنجي لجنه من الرباط. وغنقولها غتدخل غتجيني الاعلان من تم، انا راه ما غاديش نسكت حيتاش انا ما ظالمهمش، انا كندوي غير على حقي، هاد الناس انا ما ظالمهمش، واش كنمشي عند من واحد واحد، ثلاثة الناس اللي كنمشي عندهم من واحد لواحد، كل واحد اللي مشيت عنده كيقول لي هما عارفينو كاين، ماشي كون ما عارفينوش كاين، انا كون نتبلى عليهم ونكذب عليهم، ما كاينش واحد كيتبلى على شي واحد، واش بنادم بغى يتبلى على بنادم الميت؟ راه كيتبلى يتبلى على بنادم الميت، لو كنتبلى غتبلى على الحي، وما السيد ميت ومن حقه ثلاثة الحرقات اللي كانوا وكملوا جملة عندو ربعة الباجات من الجمعية القديمة اللي كيعترف بها العامل، هذيك الجمعية راه كتعطي في إشادة، عاطيها ربعة الباجات وديما كيتقيد، والوقت اللي داروا فاش داروا ليهم القرعة الأولى الكوكي كامل منهم نيت البيع والشراية كيغوطوا كيقول لك روايكو عدوا البلاصة راه ولادو ضايعين، راه من حقهم هما البلاصة، وهاد الناس ما بايدينو معانا والو، كيدو فينا وكيجيبو فينا كيبكوا فينا تفقسنا، هي الوالدة مريضة لا رجعت لا شي حاجة، أنا ما كنعرفو ما هما، لأن هي البارحة راه ما رقدتش، واش هي كتشوف حقها ضايع ملي كنجيو ندوي معاهم حتى واحد ما بغا يدير معانا شي حاجه، على الاقل عطوا البلاصه، ماشي الشيخات اللي جات شيخه من كورس وكيدلوا كان اللي كيقولوا لهم عباد الله، انا راه ما عندي وجه واحد، راه كلمه نقول انا ما كندوي في حتى شي واحد، وين حقي؟ حق الوالد ديالي خاصو يشدو، هذا ظلم وحقرانيه، واش من واحد عاطي الفلوس كيشد، واحد كي قلت انت ولادهم زيوتين في السوق وكابلين في السوق وروايلكم معروف السلطات كتعرفوا، كاينين شي وحدين ما معاناش لا هي شحال منهم، ما كاينينش في السوق وداخلين، كاينين ما عمرهم كانوا في السوق نهائيا، وكاينين ولا ما طيقتونيش دخلوا، حتى دابا انا ما بغيت منكم والو، انكم انتوما كدوبوا بالصراحه وكتقلبوا على الصراحه، دخلوا معايا وعطوا لاكارت لعباد الله، ولا الصبر روايكم ما كانش في السوق، ايدكم ايدهم توتوا من المخزن، ايد المخزن طويله عليا. ظلمت مش كماشي مظلومه، انا ظالمني الزمان وظالماني بنتي كدير دياليز وظالمني ولدي مريض كي جاب الله مريض راه دايز في الدوزان وظالمني قلت راجل ما خدامش وزايدني الظلم تاع الوالد كنشوف فيه كاك حقه ما يمشي وظالمين خوتي ما خدامينش واش حقهم وما يضيع هذا ماشي ظلم هذا ظلم ودابا انا كنطلب من الراي العام يشب بهذا الوضع ديالنا احنا ويشب الوضع ديال الوالده ديالي راه كي جاب الله راه من حقها البلاصه من حقي خاصني ناخذ حقي انا وولادي والوالده ديالي وخوتي دابا انا اش كنطلب؟ كنطلب غير بلاصه الوالده ديالي والخوتي هادوك اللي كجاب الله وبلاصه لبنتي غنشدها انا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.